لا يزال نشاط المرأة في المجال السياسي متدنيا، هذا ما توصلت له دراسة للأمم المتحدة. فعلى الرغم من أن النساء يمثلن نصف سكان العالم، فإن نسبتهن بين السياسيين ما تزال ضئيلة للغاية. فأرقام الأمم المتحدة تشير إلى تولي 17 امرأة منصب رئاسة دولة أو حكومة، أي ما يقدر بنسبة 22.3% فقط من المقاعد في انتخابات 2016، مقارنة بالنسبة المسجلة خلال سنة 2015 والمقدرة ب 25%. هذا ما راحش ينقص من مشاركة المرأة، بل هو راح يدفع بالمرأة وراح تكون في تزايد. وعلى العكس مما يقع في دول العالم، تتجه المرأة في الجزائر إلى تولي العديد من المناصب الهامة، لا سيما الوزارية، منها كما مكنها نظام الكوطة من توسيع وجودها السياسي حزبيا وبرلمانيا. نشوف بأن الكوطة تنطلق تبدا من 20% الى 40%، يعني هنا في الجزائر انا المراه تدخل ب 40% وليس ب 30%. المجلس الشعبي نتاع مصر عنده 150 سنه، في 150 سنه اذا قارناه بالعدد النساء داخل المجلس لا يساوي النساء الموجودات في المجلس الشعبي الوطني الجزائري. المرأة الجزائرية وعلى عكس نظيراتها في العالم تسجل تقدما معتبرا للمساهمة والمشاركة في صنع القرار، لتغير بذلك الصورة النمطية للمرأة المغلوبة على أمرها.